السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام المباركة أود أن أهنئكم بمولد رسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، كل عام وأنتم بخير، والذي يصادف في نفس أسبوع ذكرى طيبة على قلوبنا، ألا وهي يوم الشهيد. فألف تحية لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم الغالية من أجل رفعة الوطن، وحفظ الله جنودنا الأبطال حماة الوطن. وكما استغل هذه الفرصة للاحتفاء باليوم الوطني للدولة، متوجها لكم بالشكر على مشاعركم السامية وحبكم لهذه الأرض الطيبة. كل عام وأنتم بخير وإجازة سعيدة.